علاش تما هذا سي محيد؟ ما هو شعوركم اليوم؟ نقول لك شوف شوف، حنا خدمنا البلاد وخدمنا البلاد، كنتوا كلكم مع مع معنا ومعاهم، هذا هو المشكل اللي كاين. يلزم الامور تتغير، ماشي بالطريقه هذه اللي راه مالات تتغير. والحمد لله اليوم كاين شباب داخلين في الوزاره، هذه حاجه مهمه وتعطي الايجابيات منها. ونشكر السيد عبد المجيد سي تبون اللي كان والي تاعي، انسان طيب وانسان يحب الجزائر، وراه دروك يفهم فاهم، لانه بتجربه تاعو اللي يمر فيها كمسؤول يعرف شنو هو اللي يخص في هذه البلاد. بقاش السياسه، السياسه هي اللي كانت مرض، ماشي غير على 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 الرياضه، مرض في صفه عامه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتغير الامور وتكون مسانده من عند الجميع.